نختم جولتنا في عملة الرأي والمقالات بزاوية حديث المدينة للكاتب عثمان ميرغني بأخيرة التيار بعنوان رخصة دجل وشعوذة. يبتدر ميرغني زاويته بخبر قرأه حول مطالبة رسمية بإيقاف 4000 مركز دجل وشعوذة بالبلاد، وذلك خلال ندوة علمية بمجمع الفقه الإسلامي بالخرطوم. يقول ميرغني: تخيلت في الحال مشهد لجنة إيقاف مراكز الدجل والشعوذة وهي تعقد اجتماعاتها وتبدأ عملها بجولة ميدانية على تلك المراكز، وتستمر الاجتماعات والجولات إلى أن تصدر قرارها الختامي الذي ينتهي بهذه الجملة: خلصت اللجنة إلى ضرورة تنظيم مراكز الدجل والشعوذة لحماية المواطنين من الاحتيال، وعليه تقرر تعيين مسجل خاص لتلك المراكز ودفع رسوم $5,000 لمركز الدجل والشعوذة الاستثماري لخدمة الشركات الكبرى وكبار موظفي الدولة والأحزاب الكبيرة والأجانب على أن يجدد سنويا. ويرى الكاتب أن الدجل والشعوذة ما عادت عبارة تعني الخروج عن القانون أو حتى المألوف، فكبار الشخصيات تستعين بالدجالين والمشعوذين للمحافظة على كراسيهم. يروي ميرغني قصة شخصية سودانية التقت بأحد المطارات الدولية رجلا من غرب إفريقيا، وحين تجاذب معه أطراف الحديث عرف أنه متعاقد مع حزب سياسي عريض، وأن الحزب يستأجر له فيلا فاخرة على شواطئ الخرطوم ويتلقى أجره بالدولار. ويختم عثمان ميرغني زاويته: لا تقل لي لا أصدق، فهل كنت تصدق أن ترى لافتة في مبنى المحلية مكتوب عليها إدارة الدرداقات؟